الحوار ينبغي أن ينبني على صفرية، الحوار ينبغي أن نبدأ على ورق أبيض. أما أن تأتي قال أنه لا أنه ليس مسؤولا عن التاريخ، بل يجب أن نبتعد عن التاريخ كليا، وأن نتحاور وفق المصالح الآنية والمصالح ورؤيانا للمستقبل. ما هو مستقبل المغرب العربي الآن؟ الحوار ينبغي أن يكون على أسس الديمقراطية وعلى أسس الطرح، حرية الرأي الكامل وحرية الطرح الكامل، ولا ينبغي أن يأتي كل بحقيبته. وفيها الكثير من المشاكل، أعتقد أن المشاكل كثيرة جدا بين المغرب والجزائر، وهي تمنع هذا التوحد. وهناك من يعمد على استنزاف هذه المنطقة، هذه الدولتين، دولتان، المغرب قوية بالجزائر والجزائر قوية أكثر بالمغرب. هذا هو الذي ينبغي أن نتحدث عنه. وفضل أن تكون هذه الجملة هي ختام هذه الندوة المغربية.